السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. المحاضرة الأولى في الأسبوع الثامن توقفنا لغاية صفحة 29 في البادي فلويدز لعند السيليولار كاست، وتكلمنا وقلنا أنه السيليولار كاست تعتبر من الانديكيتور والأشياء التي تظهر تحت الميكروسكوب ككاشف خطير، بالإضافة يليها الووكسي كاست، من ثم الفاتي كاست، وهما لا يرى في الحالات أو في الأشخاص السليمين. سيلولار كاست أنبوب قد يحتوي على إبيثيليال سيلز، على وايت بلاد سيلز أو ريد بلاد كوربسكيولر. نورمال رينج إلها not seen in normal individual، لا ترى في الشخص الطبيعي. Appearance ظهورها these are cast in which cellular element are seen، يعني إيه؟ أنابيب شكل هلامي بروتيني في داخله إما كرات دم بيضاء أو خلايا دم بيضاء أو كرات دم حمراء أو epithelial cells، وكلاهما خلايا بالأصل. Formed usually after accumulation of cellular element in renal tubule، تتكون في الرينال tubules، توحي لي على المشكلة في الرينال، في التيوبيولز in renals، الأنابيب الموجودة في التيوبيولز في الرينال. طيب نمشي نشوف عنا الصورة. هان تعمدت أنا أعمل عندي هان فيديو عشان هنحتاج لصور ورسم وكتابة عليها. Red blood cells زي ما احنا شايفين خلايا بأشكال مختلفة نتيجة تأثيرات مختلفة في البول. الوايت blood cells كيف بتكون الخلايا داخلها أنوية زي ما انت شايف. هان الإبيثيليال cells زي ما انت شايفها أنابيب تحتوي على خلايا طلائية. طيب clinical significance الأهمية الطبية، epithelial renal cast most seen in tubular degeneration أي أنه حدث تفكك، حدث تفكك في خلايا المبطنة للأنابيب اللي في النفرون. ريد سيل كاست يوجوالي طبعا هذيك اللي حكينا عليها اللي هي الإبيثيليال، بينما ريد سيل كاست يوجوالي سين إن أكيوت جلوميرولار نيفرايتس كيس. شوفوا لما أقول أكيوت يعني حالة مبشرة إنه هذا الراجل هذه الحالة الجلوميرولار نفرايتس التهابات النفرون في المحفظة بتاعت النفرون بتكون أكيوت فترة مؤقتة ويتحسن مش كرونيك مدى الحياة. White blood cells cast are seen mostly during pyelonephritis التهابات خلايا حوض الكلى، وتكلمنا في المحاضرة السابقة ما حدانش يقول لي شو هو البايلو نيفرايتس كونديشن. ريبورتينج كيفية تسجيل الريزلت في التقرير، كاست ار اكسمايند اندر نفحصها عن في الاول بنشوفها عند اللو باور فيلد على القوة الضعيفة، تمام، بعدين بنروح على الهاي باور فيلد بنشخصها كويس، بنرجع على اللو باور فيلد نعدها. ف
فبالتالي في الميكروسكوب لازم نعدها اوكيشنالي، يعني نادرا من 1 لـ 3 لـ 4 لـ 5 اوكيشنالي. فيو بتكون من 3 لـ 8، مديريت بتكون من 10 لـ 25، لا تزيد عن 30. ماني كاست 30 وأكثر، يعني ما بنقدر نعد الفيلد ماني كاست. وأهم في الموضوع على اللو باور فيلد، ليه؟ على العين الضعيفة اللي هي قوتها 10. ليه؟ لأنه هي حجمها كبير، فما بتنعد على الهاي باور فيلد. ما بنحكي لا على بكتيريا، ولا بنحكي على أملاح، ولا بنحكي على شغلات تانية. اكزامبل، هاي مثال لو انت بدك تكتب النتيجة احفظ الصيغة. فيو قليل هايلين كاست داش شحطة لو باور فيلد ار سين فعل ماضي، اي انها رؤيت. تمام، شوف عندك الآن صور لما سبق الكلام عليها. هاي عندي كريستال، تمام، كالسيوم أوكساليت، تمام، هذه كالسيوم أوكساليت، تمام، كالسيوم أوكساليت وخلافه. طبعا هاي كالسيوم أوكساليت أيضا. ريد بلاد سيلز كاست، شايفين شكلها كيف. إريثروسايتس كاست اللي هي برضو ريد بلاد سيلز كاست، هان تم صباغتها. الآن هاي الخلايا مصبوغة، هيا برا الكاست، هذه ريد بلاد سيلز. وايت بلاد سيلز، وهان في الرسم هان المستوحى في داخلها انه بتحتوي على النيوكلاس، تمام. هان الجرانيول، هي الحبيبات، النقاط هذه. ليكوسايتس كاست اللي هو برضو وايت، مكسوف فيها وايت بلاد سيلز كاست، زي ما احنا شايفين الشكل عندي هيها، لكن هذه تم صباغتها. هايلين كاست، شوف كيف شكلها، هلامي جل، تمام. هاي نروح على الرسمة اللي فوق، الصورة اللي فوق، هاي الهايلين كاست، تمام، على الصورة اللي جنبها كونتراست، أي أنها مصبوغة، تمام. شوف بالمقارنة للريد بلاد سيلز، مين هذا؟ هذا ميوكاس، شايفين ميوكاس، ريد بلاد سيلز، هايلين كاست، مين هذا الشكل هيك تحتها؟ كله كاس ميوكاس، مخاط، والمخاط إما في حالات التهابات نفرونية أو في الرجال البروستاتية. How many cast do you see؟ قديش أنت شايف كاس تحت الميكروسكوب؟ هاي واحدة، تنتين، ثلاثة، باقي ما باقي،
كله عبارة عن ميوكس. تمام. طبعا هايلين كاست هذا فاين جرانيولار كاست، شايف كيف جرانيولار كاست، جرانيولار كاست، شايفين كيف جرانيولار كاست. شايفين شكلها؟ كورس جرانيولار كاست، هي نوعين، نوع فاين نوع جرانيولار. شايفين كيف شكل الجرانيولار وليس هايلين كاست، محببة محببة. شايفين كيف كورس هي الفاين، الشكل يختلف، لكن في كلتا الحالات يكفينا كلمة جرانيولار كاست. ريد بلود سيلز كاست، زي ما احنا شايفين ريد بلود سيلز، شايف كيف الريد بلود سيلز؟ خلي بالك حجمها صغير سمول، وبعدين نو جرانيول نو نيوكلس، مستديرة. هاي نفس الشغلة، شايفين كيف في بعض الانبعاجات ممكن تظهر. white blood cells cast، زي ما احنا شايفين كيف حجمها اكبر من الريد بلود سيلز. هان عند الصورة اوضح، هان خلي بالك stained يعني مصبوغة، هان unstained غير مصبوغة، هان التكبير اكتر، فشوف كيف granulated محببة. تمام. epithelial cast، زي ما احنا شايفين تحتوي في داخلها على epithelial زي هيك، هذه epithelial، هي هذه شكلها epithelial. تمام. هاي شوفها حجمها بتلاقيه اكبر من الريد، اكبر من الوايت بلاد سيلز. عندك هان فاتي كاست، لامعة، قطرات، نقاط، تمام. اللي فوق عندي هذه فاتي كاست، ليه؟ لانه ما هياش لا شكل epithelial ولا شكل وايت ولا شكل ريد، هذه فاتي كاست لامعة من الداخل زي ما انتو شايفين، لامعة، دروبليتس، قطرات صغيرة اصغر من الريد بلود سيلز، لامعة، اشكال، احجام مختلفة. بروتكاست، ووكسي كاست، شايفين كيف شمعية، شايفين كيف شكلها شمعية، ووكسي كاست. لاحظ هان مين هادي، هذا اللي احنا شايفينها مين هذه، او هذه اللي جنبها، هذه وايت بلاد سيلز، هذه وايت بلاد سيلز. فوجود وايت بلاد سيلز طب مين هذه، هذه ابيثيليال سيلز، شايف
هذه epithelial cells. هاي هذا المنظر نفسه هذا المنظر في الصورة الثانية. مين هذه اللي لامعة من الوسط؟ red blood cells. تمام، red blood cells. فوجود الوكسيكاست الخطرة مع red blood cells، فهنا هذه كمان وجود white blood cells، هذه اللي احنا شايفينها هذه white، فهذا دليل قطعي وجود الثلاثة هدول انه الحالة الإقبالي حالة مرضية مشكلة ناتجة عن التيوبيولر اوف نيفرون، يعني في مشكلة يحتاج الآن التشخيص إما أكيوت أو إجلوميريولار نيفرايتس. نروح على الباراسايت طفيليات. الآن ندخل في الموضوع. الباراسايت الديدان متطفلات اللي موجودة في اللي ممكن رؤيتها في عينات البول، وتعتبر حالة مرضية. ممكن نلاقي ثلاث أنواع: تريكوموناس فاجيناليس، الديدان أو الطفيليات المهبلية، وهي تنتقل لدى السيدات والرجال. ما يميزها ظهور صباحا إفرازات لدى الراجل أو السيدات، ديستشارج إفرازات، لون أصفر، قطرات قليلة، رائحة كريهة. ممكن نشوف تريكوموناس فاجيناليس، نشوفها في البول بسرعة شديدة تتحرك، منتشرة، موجود منها حالات في غزة. طيب رقم اثنين، سيستوسوما هيماتوبيوم بالهارسيا، وشو زي ما انت شايف سيستوسوما هيماتوبيوم مثل ما هو على الشاشة شايفينها، لها أشواك. هاي الأشواك وهي تتحرك في الأوعية الدموية المحيطة في المثانة تعمل على تجريح، لأنه هي بتمر فيها من ضمن دورة حياتها في المكان هذا، فبالتالي تعمل على نزف الدم وخروجه في البول. وما يميزها خروج دم في البول نتيجة التجريح لهاي الشوكة. ورشاريا بانكروفت أي الفلاريا، بنقول عنها فلاريا، ديدان لونها أبيض طويلة نسبيا، تسبب داء الفيل، انتفاخ في القدمين، من دورات حياتها تضع الديدان في العيون، في العيون، ممكن في البياض نلاقي ديدان زي الخيوط الصغيرة أيضا، لكن هذه غير موجودة في غزة أو شبه منتهية، يعني ما بنحكي فيها كتير. تريكوموناس فاجيناليس نرجع لها زي اللي في الرسم، موجودة عندي هنا زي ما احنا شايفينها، بنشوفها تحت الميكروسكوب. Other parasites also may occur due to contamination of the urine with the stools. هنالك طفيليات نراها في البول لكن ما هياش من البول، ما هياش مسببة لحالة مرضية في البول، إنما صار تلوث ما بين البراز لعينة بول. يعني مثلا الجارديا، نوع من أنواع الجارديا، الانتاميبا ستيلتيكا اللي هي اميبا، تاميبا كولاي اختها،
هاي لو لقيتها أنا في عينة بول، أو واحد سألني في مقابلة علمية وقال لك والله شفنا في عينة بول، أنت ميبا شو تعليقك؟ تعليقك بدك تقول له كنت منيشن. كنت منيشن يعني إيه؟ تلوث يعني. يعني عينة البول اللي إجتني هذه من المريض متلوثة من براز المريض، يعني لو جايبها من طفل صار تلوث في البامبرز، عفوا لو جايبها بطريق راجل كبير جايبها بطريقة غير مناسبة حدث تلوث اختلاط ما بين البول والبراز، فكشفت لي هان انه ما فيش اصلا، هي ما بتعيش غير الثلاثة اللي حكيناهم هدول في البول. بدي اقول لكم شغلة ياريت تصحصحوا لها، اللي بيسبب اليو تي اي يورينري تراكت انفكشن اكتب لي اياها على جنب، ثلاث انواع، اما بكتيريال اما فانجال فطريات اما باراسايتيك. الباراسايتيك اللي هو واحد من الانواع الثلاثه، خصوصا البلهارسي رقم 2 سيستوم هيماتوبيوم، هذه يعني شبه منقرضه، هي مع عبد الحليم. تمام، التريكوموناس فاجيناليس الان شائعه وخصوصا في مجتمعنا. طيب البوتشاريا هذه مش موجوده في الوسط الفلسطيني، في الشرق الاوسط عندنا مش موجوده، موجوده في فيتنام، موجوده في ممكن في اثيوبيا، في مناطق زي هيك بتكون موجوده. طيب نرجع للبكتيريا. البكتيريا اكتب لي تحتها الديستشارج، الافرازات بتكون يلوش يعني صفراء غامق، ديستشارج وما فيش ريحة، زي الاشريشيا كولاي، زي الاكليبسيلا، زي الابسودوموناس، زي البروتياس والى اخره. نروح للفانجل، السهم الثاني. فانجل الديستشارج بتكون كالر ليس، هذا عشان انت تفرق فيهم حتى في الشغل او تكون عارف المعلومات، هذه مهمة. الفانجل بتكون كالر ليس، شفافة with other. الافرازات الالتهابات المهبلية او الالتهابات المسالك البولية الفطرية بتكون الافرازات شفافة ولها رائحة. الباراسايت اللي حكينا عليهم بتكون بلدي، برضو هذه في علل ليش بتكون بلدي، مش في معظم الحالات، في معظم الحالات يعني مش في الكل، هذا نو أدر ما بيكونش ريحة. تمام، سؤال. لو قلت لك في إحدى الحالات لقينا وايت بلاد سيل كتير زائد إبيثيليال زائد ميوكاس، تمام، ما لقيناش بكتيريا في المزرعة، لكن ممكن احنا كنا شايفين تحت الميكروسكوب بكتيريا، لما اجينا زرعناها في المزرعة نو بكتيريا. شو هذا معناه؟ معناه يا سيدي العزيز انه البكتيريا اللي موجودة ليه ما نماتش على المزرعة؟ لانه بكتيريا انيروبيك بكتيريا، بكتيريا لا هوائية، ما نماتش على المزرعة، نمت على ايه؟ تحت الميكروسكوب شفناها، وفي التهابات بكتيرية طالما موجود الوايت بلاد سيل والى اخره، التهابات بكتيرية. طب ليه ما ظهرتش على المزرعة؟ لانه بكتيريا لا هوائية، بتموت في الهواء لما تتعرض للاكسجين. طيب نمشي، ممكن انا الاقي عندي كمان ييست سيلز فطريات خمائر، شايف لي كيف شكلها؟ شوف لي كيف شكلها، هاي شكلها، هاي. كل هذه فطريات بتبقى ماخذه شكل هيك بيضاوي، بس عامله بادنج، تبرعم صغير هيك، هذا التبرعم بيكبر بيكبر لما نصير زي اللي في الشكل هذا، شايفين؟ هذا تبرعم.
يبقى yeast cell are fungi، هو نوع من أنواع الفطريات that are not normally seen in a healthy individual. في شخص طبيعي، في ست طبيعية ما في فطريات. لو كانت الفطريات موجودة ممكن يكون كغلبانة موجودة مش نامية مش مسببة مرضية. لو نمت الفطريات، خد عندك يا سيدي، لو نمت في الفم بتعمل لي اللي هو الاحمرار الفم، هذا خصوصا للمرضى اللي بيناموا في المستشفيات وما بياكلوش، يعني عايشين على المحلول والانابيب اللي في المعدة. طيب لو نمت في الامعاء بشكل كبير بتعمل النفخة، اللي بالناس اللي بيقول لك والله عندي نفخة، علاجها ايه بالبلدي هيك؟ علاجها اللي هو اقراص الفحم. هذه في اقراص فحم بيبيعوها في الصيدليات، بياكلوها الناس هذول بيبلعوها، تعمل على امتصاص الرائحة. احنا علاج الفطريات عندنا الفلاجيل، المترونيدازول، المادة العلمية مترونيدازول هو مضاد حيوي للفطريات وبعض الأنواع البكتيرية الغير هوائية، تمام، وبعض أنواع الباراسايت الطفيليات. يبقى علاج الفطريات المترونيدازول اللي هو بنقول عنه بالعامية، أو عفوا بالأسماء العامية الإنجليزية اللي هي الشائعة، إفلاجيل، تمام. فبالتالي هاي الفطريات تكون كامنة ملتزمة أدابها، لكن في حالة إعطاء المريض مضاد حيوي يقتل البكتيريا، فبالتالي النورمال فلورا لما بتموت البكتيريا اللي موجودة في المكان ايش بتعمل؟ تنتهزها. الفطريات الموجودة هاي في المكان ايش بتعمل؟ تنتهزها فطري فرصة وبتنمو بشكل مش طبيعي، وبالتالي بتعمل لي ايه؟ فانجل يو تي اي، التهابات في مسالك بولية فطرية. طيب أبيرانس شكلها variable in size، أشكال مختلفة عديدة تظهر زي ما احنا شايفين، بتعمل بادينج تبرعم، كلرليس بتكون شفافة ولونها أبيض، وشبه كرات الدم الحمراء لكن ايه بيضاوية بتكون، أوفال إن شيب بيضاوية، أند يوجوالي فورم بادينج مسببة بتعمل تبرعم. شو هو التبرعم؟ وسيلة نوع من أنواع التكاثر انقسام خلوي بصير عندها. have high refractive index يعني لمعان زي ما قلنا بيضاء شفافة عفوا لكن brilliant لما لامعة، refractive index لامعة يعني عاكسة للضوء. usually confused بالعادة بنتخربط بينها وبين الريد بلود سيلز، هذا الانسان مبتدئ. The way in which one can differentiate cell from discuss later، يعني نشرحها قادما. لا هي مش discuss later، مش بنشرحها في تفاصيل الريد بلود سيلز، حكيناها اللي هو أسيتك أسيد بنضيف 5% تتكسر كرات الدم الحمراء، لو اللي عنا ييست ما بتتكسرش، فهمتوا؟ يعني بنفرق ايه في نقطتين من الأسيتك أسيد. clinical significance الأهمية الطبية، they are usually of candida species، يعني هذه الفطريات اللي موجودة عندنا بالأصل اسمها العلمي لليست candida albicans، candida albicans. في نوع تاني saccharomyces cerevisiae، saccharomyces cerevisiae تعرفوا خميرة الخبز، هي نفس خميرة الخبز، هذه فطريات بس بنقول عنها بس اسمها ساكاروميسيس سيرفيسيا، خمائر الخبز، خمائر الخبز، خمائر الخبز، وكتبوها. طيب بالتالي بناكلها بالخبز، تنزل في المعدة، جزء منها بروح على الأمعاء فبتعمل لي نفخة، فانتشارها بشكل مش طبيعي، مش قليل يعني نسبتها.
لكن تنتهز فرصة في موت البكتيريا لتسبيب المرضية. إيه بتسبب لي urinary tract infection, fungi, vaginitis, التهابات في المهبل لدى السيدات, خصوصا 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 عند السيدات الحوامل تظهر هذه المشكلة. ديابيتك أو ديابيتس ميليتس, مرض السكري نتيجة خلل ما مناعي وخلل إلى آخره, قد يصابون في الكلام انتنسيف أنتيبيوتيك أو إميونو سابريسيف ثيرابي. الأشخاص اللي بياخدوا انتنسيف أنتيبيوتيك, يعني شخص ما عنده التهابات بكتيرية نيمناه في المستشفى, مثلا عنده اتش بايلوري اللي هو جرثومة المعدة الى اخره, فروحنا معطينه كومباينيشن يعني اثنين مضادين حيويين مع بعض, فراح حاطين في المضادين الحيويين هدول حاطينهم في الوريد ومعطينهم نام في المستشفى 4-5 ايام, بالتالي قضينا على اكبر عدد من البكتيريا في جميع وسائر انحاء الجسد. ماتت البكتيريا بس ما ماتت الفطريات, الفطريات انتهزتها فرصة سببت مرضية هي ما كناش حاسبين حسابها. لذلك لاحظ اي شخص بنام في المستشفى لو اعطاه اثنين مضادات حيوية عشان اقوى واسرع واحسن وافضل لعلاج المريض, خصوصا في الالتهابات الشديدة الاكيوت, بروحوا ضايفين عليهم ايه؟ فلاجيل. ليه الفلاجيل؟ عشان ما تنتهزهاش فرصة هاي الفطريات وتسبب المرضية. تمام؟ فاحنا بنلاقيها في 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 عينة البول, بنعرف انه هذا الرجل عنده التهابات فطرية. طيب بكتيريا, نروح للبكتيريا. البكتيريا بنشوفها زي حبيبات الرمل تحت الميكروسكوب, كحبيبات الرمل تماما. The most common cause of UTI, في حالة الالتهابات المسالك البولية بنلاقي مثلا epithelial cell, بنلاقي mucus, بنلاقي white blood cells, بالإضافة إلى مين؟ إلى بكتيريا زي حبيبات الرمل بنشوفها وبنسجلها. طبعا هذا دليل قطعي على وجود البكتيريا وممكن الالتهابات, وممكن نشوفها زي قطع عصوية صغيرة وبس. إيه بنشوفها؟ الفرق بينها وبين الأمورفوسيريت والأمورفوسيت انه بتكون هذه اللي زي الرمل لو دققنا فيها بنلاقيها متحركة, جزء منها متحرك. لو كان عددها قليل بنكتب فيو, على الهاي باور فيلد بنعدها وليس اللو باور فيلد, مودريت ماني او فول بكتيريا اوف بكتيريا. نيجي الان للجزء الثاني وهو الاهم اللي هو الكريستال أو الأملاح اللي موجودة في عينة البول. أول شيء بدي تفهم مني إنه الأملاح أساس لتكوين الحصاوي, stones. هاي الحصاوي في منها نوعين, في نوع منها رف خشن, يعني بيكون شكلها كيف أرسم لك إياه, بكون شكلها زي هيك إلها حواف, وهذه بتجرح أثناء مرورها في الكلى وفي الحالب, وبنزل عندي كرات دم حمراء وكرات دم وخلايا دم بيضاء. وفي نوع بتلاقيه إيه؟ ملهاش حواف, هذه بنقول عنها soft أو smooth, ناعمة, وهذه ما بيظهرش فيها لا وايت بلاد سيل ولا ريد بلاد سيلز. فموستلي اوكير ديورينج ميتابوليك ابنورماليتي, هي خلل في عمليات الايض. كيف يعني؟ بالعربي ناتج من الاكل. يعني الفراوله منتشره في السوق, احنا طبينا 5 كيلو مثلا او 6 كيلو ب 10 شيكل, الراجل هذا اشترى ب 30 شيكل مثلا 20-30 كيلو, وقال لا ايه, قال في البيت اعملوا لنا عصير فراولة وطب صبح مغرب عشاء. طب ليه؟ ما هو الشيء اللي بيزيد عن حده بيقلب ضده. الراجل الثاني هذا في الطراشي ما فيش, ما بيرحمش جرام,
الراجل التالت هذاك في الفلفل، ما فيش عنده رحمة. هذول كلهم بتلاقيهم ايه، هذا فود ستاف، هذا فود ستاف، اي انه نوعية الطعام اللي بياكلها غنية بالاملاح. اكسسيف كونسامبشن اللي هو استهلاك اوف سيرتن ستاف فود، طراشي، فلفل، فراولة، مانجا، كل هاي المأكولات تحتوي على الاملاح. طيب مي بي كلاسيفايد، ممكن تصنف هذه، احنا بنصنف هاي الاملاح حسب البي اتش تحت اليورين. البي اتش اذا كانت 6 بنقول عنها نيوترال، اقل من 6 بنقول عنها اسيديك، اكثر من 6 بنقول عنها ايه، بيزك. فبالتالي البي اتش لليورين. وكمان شغلة ثانية سوليوبيليتي، هاي الاملاح اللي بدنا نتكلم عليها بتدوب، في بدوب منها في الاسيديك وفي منها بدوب في الالكالاين. طيب نمشي نشوف ايش في عندنا كمان قبل ما ندخل في الموضوع. شوف عندك هنا على الصورة هذه، هذا نوع من الاملاح بنقول عنه يوريك اسيد، هذا بنقول عنه كالسيوم اوكزاليت، هذا كالسيوم كربونيت. عدنا رجعنهم، هذه اللي شكل شبه شكل المظروف المكتوب يعني بنقول عنها التريبل فوسفيت، هذا بيليروبين، هذا كوليسترول، هذا حاجة اسمها سيستين، هذا اسمه ليوسين، هذه خلي بالك امينو اسيد، احماض امينية، هذه مركبات تانية، تيروسين. هان نرجع فوق، مش شايفها، كالسيوم فوسفيت. انا في شغلات ما بحكيها لانه اساسا مش واردة، يعني نادر جدا لتشوفها. طيب نيجي اول شيء للي شائع ظهوره ونراه في كثره وباعداد هائله، زي مين؟ زي الامورفوس يوريت. امورفوس يوريت هذا بنلاقيه في الاسيديك يورين، يعني الاقل من 6. وزي ما احنا شفناه تو في الرسمة، او اشوف في الرسمة اللي بعدها، اها شايفين كيف شكله على الصورة، قطرات نقاط زي الرمل تماما، نفس هو والبكتيريا ما بنفرق بينهم الا من خلال الحركة، بنلاقي اجزاء متحركة بنعرف انه بكتيريا. هذا الامورفوس يوريت نورمالي بريزنت ان يورين، موجود في عينات البول in different quantity، بكميات كبيرة، كل ما أكل فراولة، كل ما أكل فلفل بنلاقيه، كل ما أكل أملاح بنلاقيه، كل ما لقى أكل طراشي بنلاقيه. اسمها amorphous urate anhydrous uric acid، يعني اليوريك أسيد دائب، ما داب تحول لحاجة اسمها amorphous urate. half pink، لونها معطي على ايه، على البينك، مش عارف ايش بيقولوا عنه اللي هو بينك، انا عارف يعني نسيتها بالعربي، اللي هو قريب من الاحمر. تو بريك ريد، بريك ريد اللي هو طوبي، زي ما احنا حتى شايفين عندنا في الصورة هان اللون معطي على شكل طوبي، بريك ريد طوبي. فورم فيري سمول جرانيولرز، حبيبات صغيرة، and seen in cluster، كلاستر يعني زي عنقود العنب حوالين بعض، هيك تجمعات، شايفين تجمعات مثلا هاي اللي على الكورنر، في الكورنر زي ما احنا شايفين التجمعات اللي موجودة، هذه تجمعات، هذه تجمعات برضو، هي بنشوفها زي هذا الرمال اللي احنا شايفينها هيك، تمام زي هيك. طيب dissolve in urine when the sample is genetically، خلي بالك زمان كانوا عشان يثبت انه هذه amorphous urate روح مسخن البول، عينة البول مسخنها
معطيها شوي سخونة من خلال تعريضها للهب، بنلاقيها دابت هذه الأملاح. إذا اختفت بقول لهم مش قلت لكم أنا إنه هذه أمورفوس يوريد، يبقى هيك أثبتها. When urine is left in refrigerator، والله لو طب هذا لو سخناها بتدوب، لو تلجناها تتجمع أكتر. يا سلام، فشوف إيش قال لك. When urine is left، لو تركناه in the refrigerator في الثلاجة، تلجنا، it show heavy precipitation of urine، يعني في ترسيب كتير إلها، بنلاقي في ترسيب كتير إلها. طيب نيجي للنوع الثاني، يوريك أسيد. اليوريك أسيد اكتب لي فوقها، اكتب لي فوقها هو تجمع للأمورفوس يوريت. تمام، نشوف الشكل تبعها. هاي اليوريك أسيد قبالي على الصورة على الشاشة، احفظوها الأشكال هذه، هتشوفوها تحت الميكروسكوب بكرة في شغلكم في التدريب، لازم تكون عارفها. بولي مورفس يعني عديدة الأشكال، different in shape. قبل ما أتكلم، اليوريك أسيد يا جماعة الخير هو مركب ناتج عن تكسير أو زيادة استهلاك وتكسير للخلايا لل DNA. بتكسر عندي ال DNA بينتج منه مركب اليوريك أسيد. اليوريك أسيد طالما ناتج من ال DNA اللي هو جاي من الخلايا، يبقى العضلية خصوصا، يعني الرجل هذا بياكل لحمة كتير صح؟ يبقى شوف ايش دليلي، اليوريك أسيد هذا دليلي انه الرجل بياكل لحمة كتير، يبقى هذا عشان هيك زمان سموه داء الملوك، لانه الملوك زمان كانوا يأكلوا لحمة كتير والشعب ما يأكلش، فلما كانوا يلاقوا المشكلة هذه فيسموه ايه، انه هذا جاي لداء الملوك، بس بعيوش فيه للملوك، الناس الفقراء بعيوش فيه. فلذلك واحنا كمان حاليا هنا عنا بنسميه برضو الجوت النقرس، اكتب لك اياها. لما باليوريك اسيد بنلاقيه في الدم في الجوت اللي هو النقرس، هذا يعني داء الملوك النقرس. طيب اليوريك اسيد شوف لي اشكالها مختلفة، تمام، شايف يوريك أسيد. شوف هذا طاب الشكل كيف، شوف هذا الشكل، شوف هذا وردة، هذا طب هذا. طب نيجي هنا، هاي الشكل اللي هنا تحت. طيب وإلى آخره، كل هاي الأشكال اللي ظهرت عندي بوليمورفيك، أي أنها أكثر من شكل، ديفرنت من شيء، سكوير مربع، بريزم شكل منشور يعني إيه، مثلث يعني هرمي، هيكساجونال يعني سداسي، زي ما إحنا شايفين عندها هذا هيكساجونال، روستيلز وإلى آخره أشكال كتيرة، بيكون لونها معطي على صفار زي ما إحنا شايفين في الصورة. يلو تو يلو براون ان كلر، سايز حجمها من 30 مايكرون ل 150 مايكرون. الريد بلاد سيل قديش حجمها؟ من 5 ل 10 مايكرون. الوايت بلاد سيلز من 10 ل 20 مايكرونز، هذه بيكون حجمها من 30 ل 150 مايكرون، يعني حجمها كبير. انت قارن هاي عندنا في الصوره هنا، شوف عندك هاي ريد بلاد سيلز، شوف بالنسبة لحجم هذه الهيكساجون اليوريك أسيد، شوف الفرق، هذه بدل ما هي 10
هذه ل 150. شوف كيف الفرق زي سفينة الفضاء بالنسبة لها. طيب small quantity found in normal urine. لو لقينا واحدة تنتين في عينة البول ما بتكونش حالة مرضية. ليه؟ لأن الرجل بده يحرم حاله من أكل الفراولة، بده يحرم حاله من أكل الأملاح، بده يحرم حاله من أكل الطراشي، لا بحرمش، فالإنسان طبيعي بيأكل منها، فظهورها وضع طبيعي في كميات قليلة. لكن المشكلة والمصيبة والحالة المرضية لما نيجي زي ما احنا شايفين عندنا في الفيلد هان كله أملاح. But increase in association with، لكن يزداد في حالة increased purine metabolism. purine ذاكرين الـ DNA، في عنا حاجة اسمها purine وفي حاجة عنا اسمها pyrimidine. فالبيورين اليوريك أسيد ناتج من تكسير البيورين أو استهلاك البيورين. تمام. metabolism in case of goat increase uric acid turnover، تكسير uric acid في حالات اللوكيميا، سرطان الدم، الله ما عافانا، عافانا وعافاكم الله. فبالتالي ازدياد استهلاكه نتج عنه اليوريك اسيد انه يزداد. ويعطيكم العافية ونكمل المحاضرة القادمة ان شاء الله.